وبحال شي اللي في عرق طاء مخبي وسط الظلام. وهي غادة باش تغفل الفار قبل ما يخرج من الغار. غتخرج قافلة آر مومو مع الثلث الأخير من الليل قبل الفجر باش توجه مباشرة صوب الهدف ديالها واللي هو قصر السخيرات، كيف ما كان مخطط الجنرال المذبوح والكولوني العبابو. كانت القافلة كتكون تقريبا من 40 شاحنة واللي غادة بواحد السرعة بطيئة. كان في المقدمة ديالها سيارات الجيب وتابعها الشاحنات المغطاة واللي كانت هازة وسطها تلاميذ مسلحين. وما غطلع الشمس حتى تكون القافلة فاتت مدينة فاس، وغدوز من الطريق الرئيسية الأولى حيث المسافة قصيرة وما فيهاش زحام. وغتزيد ترتفع درجة الحرارة ديال الشمس ملي غتوصل القافلة الزقوطة، وغدوز على سيدي قاسم ثم سيدي سليمان ثم سيدي حياء. ومن غتوصل القافلة لمدينة قنيطرة غتمشي في الطريق الرئيسي اللي كتأدي العاصمة، وغتوقف القافلة في بوقنادل ما بعيدش بزاف على المحطة الأمريكية للاتصالات اللاسلكية على بعد 15 كيلومتر شمال الرباط. وغيكون في انتظار القافلة في بوقنادل الكولوني العبابو اللي كان لابس قميجة صيفية مزوقة بالورد وسروال رمادي طويل، هاد اللباس اللي كان موضة في ذاك الوقت. وكان بالجانب ديالو الأخ ديالو محمد عبابو والقيادة العامة المتقدمة واللي كتكون من الكولونيل عبد الله القادري والكوموندارات المنور والمالطي والبريكي وضابط الشرطة الفتوحي، كلهم كانوا لابسين لباس مدني. هاد القيادة العليا المتقدمة هي اللي كانت تكلم عليها عبابو في الاجتماع ديالو مع الضباط بمدرسة أهل مومو، ملي قال لهم غدا غنتلاقى واحد القيادة هي اللي غتعطينا تفاصيل مهمة اللي غنقوموا بها في هاد المناورة. ومن بعد غيلتحقوا بهم جوج أشخاص واللي هما سارجان شاف عبد العزيز عبابو المحاسب بالقيادة العامة، والضابط مزيرك زوج الأخت ديال الجنرال المذبوح. غيعطي الكولونيل عبابو الأمر القافلة باش ينزلوا من الشاحنات باش يسارحوا تحت الشجر اللي كاين في الحافة ديال الطريق ويتناولوا الوجبة الغذائية ديالهم. من بعد غيجمع الكولونيل عبابو جميع الضباط في واحد الغابة صغيرة وبحضور القيادة العامة، وغيتوجه لهم هذا الخطاب: أيها السادة، المهمة ديالنا غتكون هي محاصرة منشأتين بالسخيرات احتلتها عناصر ثورية، خاصنا نسدو كل المنافذ ونخرجوا الأجانب ونديرهم في الشاحنات، ما تخليو حتى حد يهرب ولو يتطلب الأمر إطلاق النار. وباش يوضح لهم عبابو المهم أكثر غياخذ واحد العود وغيرسم لهم في الأرض جوج ديال المستطيلات وغيخط بيناتهم منافذ ومسالك، وقال لهم هادو هما المنشأتين ولا البنايتين، غنقسموا القافلة ديالنا لجوج فرق، أنا غنتولى قيادة الفريق الأول واللي غيدخل المكان من الباب ديالو الجنوبي من جهة البيضاء، أما الفريق الثاني فغيتولى القيادة ديالو الأخ ديالي محمد واللي غيدخل المكان من الباب الشمالي من جهة الرباط. وباش ما ننساش بغيت نفكركم بأن وحدات أخرى من القوات المسلحة غتدخل في نفس الوقت من أماكن مختلفة، انتم راكم ضباط ومن المفروض تكونوا فاهمين هادشي. يلا هزوا الغطا ديال الشاحنات وأمروا الرجال ديالكم باش يشارجوا الرصاص، أما المسؤولين على الأسلحة الثقيلة يوجدوا القذائف. أيها السادة، من هنا للرباط غنتقلوا لمنطقة غير آمنة، هادشي لاش خاصكم تستعدوا للحرب. انصراف. وفي وسط الدهشة وتعجب كبير غيلتحقوا الضباط بالوحدات ديالهم باش يبلغوهم الأوامر، وغيأمر عباب ولا جودان شاف بالمعقول باش يوزع البذلات الحربية والرشاش لكل واحد من الضباط السامين بالقيادة العليا المتقدمة، القيادة الوهمية بتعبير محمد الرئيس. من بعد ما داروا المطلوب منهم غيلبس الكولونيل عباب البذلة الحربية وغيركب السيارة ديالو باش يقود القافلة لاتجاه السخيرات، متبوع بالكولونيل القادري ومراه محمد عبابو اللي كان راكب أول سيارة الجيب للفصيلة الخاصة. الضباط والتلاميذ غادي القصر سخيرات على أساس مواجهة عناصر ثورية كيف ما خبرهم عبابو، لكن الحقيقة اللي خفاها عليهم هي أن القافلة غادة تنفذ العملية الانقلابية بقصر سخيرات اللي خطط لها الجنرال المذبوح والكولونيل عبابو، واللي تزامنت مع احتفال الملك الحسن الثاني بعيد ميلاده 42 يوم 10 يوليوز سنة 1971
بحضور شخصيات وازنة في الداخل والخارج. وحسب محمد الرئيس، فحتى الضباط السامين اللي كانوا كيشكلوا القيادة العامة المتقدمة ما كانش في خبارهم هذا الانقلاب في بداية الأمر، وأن عبابو استدرجهم حيث قال لهم أنه داروا واحد الصفقة باش يشري واحد ضيعة رائعة بثمن رخيص في بوقنادل، وعرض عليهم يمشيوا معه باش يشوفوها. قبلوا الدعوة ديالو، ومن وصل للمكان قال لهم الحقيقة: سمحوا لي أيها الأصدقاء حيث كذبت عليكم، لكن ما عندي التحل من غير هاد الحيرة باش نجيبكم لهنا. اليوم عيد ميلاد الملك، وكاع الشخصيات المهمة حاضرة في قصر السخيرات. قررت أنا والجنرال المذبوح باش نديروا انقلاب عسكري. أنا كنت سنة فقط وصل القافلة اللي فيها الرجال ديالي. هيئنا كل شيء أنا والمذبوح، والقضية مضمونة. وهو يقاطع الكولونية القادري. كنظن غير كتمزح. الانقلاب كيبغي استعداد، وكيف ما كان الحال أنا ما متعفقش معك. سير انت ودير الانقلاب ديالك، أنا غنبقى هنا. وباش ما يكونش رفض جماعي، غيهز عبابو المسدس ديالو ويغوت بالجد. غتمشيو معايا كاملين صحة، ويا ويلي اللي ما بغاش. لقاو راسهم بين المطرقة والسندان، اما يمشيو معاه اما يودوا الحياة. وفي اخر المطاف غيضطروا انهم يمشيو معاه، حيت كان الخيار الوحيد باش يبقاو على قيد الحياة. غتوصل القافلة لمدينة سلا، وغتوجه العاصمة الرباط. غدوز على شارع الحسن الثاني. كلشي كان كيشوف القافلة دايزة، والأطفال كيديروا التحية العسكرية بيديهم. كانت الساعة 1:15 ملي خرجوا من الرباط، دازوا من طريق الشاطئ واللي كان فيه زحام بزاف، الشي اللي غيخلي القافلة تمشي بشوية حتى وصلت الواد نفيفغ. وكانت تما واحد الوحدة من الدركيين اللي غيحبسوا السيارات باش يعطوا أسبقية المرور للقافلة. وكتقول بعض الروايات أن الكاتب جاك ميتشن صاحب كتاب تاريخ الجيش الألماني كان من المدعوين لحفل عيد ميلاد الملك الحسن الثاني. وكان ميشن متوجه للسخيرات، والسائق ديالو غيوصل القافلة اللي كان فيها الشاحنات محملة بالجنود والأسلحة. غيحس بالدهشة تجاه هذا المنظر المهيب، وهادشي غالبا ما كيحدث في المناورات. في هذه اللحظة غيجي في باله الانقلاب اللي كان ضد فيصل الثاني ملك العراق. وهنا بدات كطيح عليه شي أفكار سلبية، وطلب من سائق السيارة ديالو أنه يزيد في السرعة باش يوصل للسخيرات، ويحذر الملك من القافلة اللي كثير الشبهات وهي في طريقها للقصر. ملي وصل ميشن، لقى الملك جالس بوحدو كيتغدى، بغى يمشي عنده، لكن جوج من الخدم وقفوه باش ما يزعش جلالة الملك وهو كيتغدى. وهنا غيحاول يقلب على مدير التشريفات، ولكن ما لقاش. وهنا غيحير، لكن ملي غيشوف أن الجميع فرحان في القصر بهذه المناسبة، فكر أنه ما يستجبش الشكوك السوداوية ديالو، ويصدق عادة تحضير ما متأكدش منه الملك، ويفسد عليه جو الاستمتاع بالحفل. ومع الجوج قربت القافلة السخيرات، وبدأت كتبان أسوار قصر السخيرات. وكيف ما كان مقرر، دخلت المجموعة الأولى من الباب الجنوبي، دازت من ملعب الغولف، وغتوجه القافلة اللي كيقودها محمد عبابو الباب الرئيسي للقصر. أما المجموعة الثانية اللي كانت بقيادة الأخ ديالو محمد عبابو، فكانت في الباب الشمالي. وقفوهم الحراس ومنعوهم من الدخول، وهو يأمر عبابو سائق الشاحنة الأولى باش يزيد في السرعة ويقطع السلسلة الحديدية باش يفتح الطريق لمرور القافلة. غدوز القافلة وغتوقف في الجنب ديال الشاطئ. وهنا الحضور والضيوف غيبدا يبانوا ليهم المجموعتين بزوج كيحاصروا القصر، وبداو شي وحدين كيهربوا، وشي وحدين قصدوا الشاطئ، وشي وحدين قصدوا الطريق. ومنهم اللي رفض انه يهرب، وكان من بينهم عبد القادر لوباريز اللي بقى واقف في المكان ديالو. ملي نزل محمد عبابو من السياره، مشى عند الكولونيل لوباريز وكيغوت: عبابو شنو كدير هنا؟ واش عرفتي فين انت دابا؟ دير عقلك ولعن الشيطان، هادشي راه غيديك الهلاك. جاوبو عبابو: حيد من قدامي ولا غنقتلك، راه ما كنمزحش. غيتقدم الكولونيل لوباريز قائد المظليين وغيهز يديه على شكل صليب. هاد الحركة اللي بغى يوصل بها رسالة لعبابو انه غيحمي القصر باي وسيلة ولو يفدي بالجسم ديالو. وبدا الكولونيل لوباريز كيمشي بخطوات ثابتة
عند عبابو وكيقول ما غنخليكش دير هادشي. فهاد اللحظة عبابو غيشد السلاح وغيتيري في الوباريز وغيطيح الأرض والدم كيخرج منه. ومباشرة غيأمر عبابو جميع الرجال باش ينزلوا من الشاحنات ويطلقوا النار بشكل عشوائي، وغيأمرهم كذلك باش يسدوا كل المنافذ وما يخليو حتى حد يهرب. ومباشرة من بعد هذا الأمر غتندال عاصفة من الرصاص من طرف المجموعتين في نفس الوقت. المجموعة الأولى اللي كان كيقودها مدير مدرسة أهرمومو محمد عبابو، والمجموعة الثانية اللي كان كيقودها الأخ ديالو محمد عبابو. وبداو التلاميذ كيتيريو في كل اتجاهات، أما الضيوف اللي كانوا داخل القصر ملي شافوا رصاص في كل مكان بداو كيجريو ويغوتوا في كل اتجاهات، وكانت فوضى في إطلاق النار والهروب. الرصاص كيسيب أي حاجة جات قدامه، ضيوف، أتات، أشجار، سيارات. والأغرب من هاد الشهادة أن التلاميذ غيبداو يتيروا في بعضياتهم. في هاد اللحظة غيبداو بعض الضباط كيغوتوا ومنهم محمد الرئيس باش يحبس الطلبة من إطلاق الرصاص. في هاد اللحظة غيشوف محمد الرئيس ثلاثة ديال الطلبة الضباط ساهيين في البحر، غيقرب منهم وغيسولهم على سبب الاندهاش برؤية البحر، وغيقولوا له مولي يطنو سمح لينا، هذه أول مرة كنشوف فيها البحر وبقينا ساهيين في هذا المنظر حتى نسينا المهمة ديالنا. كانوا الضباط كيحاولوا يمنعوا التلاميذ من إطلاق الرصاص لكن بدون جدوى في وسط هذه الفوضى ديال تبادل إطلاق النار. أما الكولونيل محمد عبابو فغيحاول يدخل من الباب الرئيسي للقصر وغيأمر الرجال ديالو باش يحيدوا الأسلحة من الرجال الدارك ويطيحوا الناس الأرض. في هذه اللحظة غيوقف السوليوتنو داركي قائد المجموعة وغيقول لعبابو مون كولونيل ممنوع الدخول بدون رخصة، وهو يجاوب عبابو غتحيد من قدامي ولا غنقتلك بحال الكلب. وهو يهز داركي السلاح وقال لا كولونيل ما غاديش نخليك تدخل. وهو يسير بخرطاسة اللي جات في الدرع ديال عبابو، وهو يعاود عبابو برصاصة اللي خلات داركي يموت في البلاصة. في هذه اللحظة غيكون تم تنفيذ جزء كبير من الأوامر اللي تعطات في بوقنادل، حيث الكولونيل محمد عبابو دخل من الجهة الجنوبية من القصر برفقة الرجال ديالو، أما الأخ ديالو محمد عبابو فكان في الجهة الشمالية رفقة الجنود. وتم محاصرة القصر ومنعوا الحضور اللي كانوا في الحفل من الهروب، وكل واحد فكر يهرب فكان غيكون المصير دياله هو القتل، خاصة أن التلاميذ كانوا كيطلقوا رصاص بشكل عشوائي. في هذا الوضع غيحاول يهربوا شي وحدين من الموظفين والخدم والطباخين وسائقي السيارات، وغيبقاو شي وحدين من الضيوف. كل شي كان كيجري لعلهم يلقاو شي مخرج الشاطئ ولا الطريق، أما الآخرين فكانوا واقفين وهزين يديهم كإشارة منهم الاستسلام وانتظار المصير المجهول. وباش عبابو يزيد في الحماس ديال الرجال ديالو كان كيغوت ويقول عاش الملك لنهاجم الخونة، عاش الملك لنهاجم الخونة. غيدخلوا التلاميذ القصر وغيندهشوا من كل هاد المتاع اللي كاين في القصر. فبالإضافة لملعب الغولف والمسبح كانت واحد طابلة طويلة فيها أنواع المأكولات والمشروبات وأشياء أخرى ما عمر التلاميذ شافوها ولا حلموا يشوفوها، بالإضافة لأماكن الشواء والخيام اللي كان كيتغداو فيها الضيوف ويتناولوا فيها المرطبات، الشي اللي غيزيد في غضب التلاميذ ويبداو كيطلقوا الرصاص ويرميوا القنابل على الخيام. هنا غيكثر عدد الجرحى وغيدخلوا بعض الجنود لواحد المقصف متحرك اللي كان فوق السكة الحديدية وغيخرجوا كاع الناس اللي كانوا فيه بالضرب والركل، وكان من بيناتهم الكولونيل خرابة. غتعطى الأوامر باش يديروا الأجانب في الشاحنات، والبعض منهم يجلسوا على ركابهم وهزن يديهم، والبعض الآخر غيكون ناعس على كرشو ويدو فوق راسو، ومنهم اللي غيهرب الحمام ومنهم اللي غيتخبى تحت طوابل. في هذا النهار كان كل شيء متساوي وما كان لا تمييز في المرتبة ولا في المنصب، وكان بعض السفراء كيوريو الجنود جوا السفر ديالهم وكيذكروا أسماء البلدان ديالهم لعل الجنود يتعاطفوا معهم. أما الضباط السامون فكانوا غاضبين من هذه المعاملة ديال الجنود اللي كان فيها الدفع والركل والإهانة. في هذه اللحظة تحول قصر الصخيرات للمجزرة، قتلى وجرحى ودماء، والجنود كيجريو في كل مكان كينفذوا الأمر ديال عبابو. وفي هذا الوضع الفوضوي غيتوجه للملك الحسن الثاني
لواحد المكان في القصر ومعاه بعض الأقرباء. في هذه اللحظة غيغضب المذبوح وغيتوتر بسبب هذا الرصاص اللي كيتطلق والهيجان ديال الجنود. هذا الشيء اللي ما كانش داخل في الخطة اللي كان متفق عليها مع عبابو، حيث المذبوح كان باغي انقلاب أبيض اللي يتنازل فيه الملك بلا حرب أو دماء. هنا غيحاول المذبوح يشوف شي حل باش يهدئ هذا الوضع، وغيتوجه المذبوح عند الملك الحسن الثاني وغيشد الملك من يده ويقول له هذه الضربة ديال عبابو شفتو بين المهاجمين على القصر، اجي معايا خصني نقضك. هادشي علاش خصك تمشي معايا عند عبابو باش نتفاوضوا معاه. وهنا غيرفض الملك الحسن الثاني ويقول لا، انا ما نتفاوضش مع ضابط تحت الامره ديالي، صيفط ليه هو يجي عندي. وفي وسط هاد الفوضى غيخرج الجنرال المذبوح وغيتوجه مباشره لعند عبابو وغيقول له شنو كدير عبابو، ما احترمتيش داكشي اللي اتفقنا عليه. غيجاوب عبابو بهدوء ماشي مشكل مون جنرال، انا ساليت المرحله الاولى ودابا خاصك تنتقل للمرحله الثانيه. لكن الجنرال المذبوح غيجاوب بغضب حبس هاد الفانتازيا، راه سبق وامرتك باش ما تطلقش رصاص. غيجاوب عبابو نهار كبير هذا والرجال ديالي ناشطين ومتوترين، واش اليوم ماشي يوم عيد؟ غيجاوب المذبوح هذا حمام دم، راك وسختي ليا اليدين ديالي بالدم. غيجاوب عبابو اللي وقع وقع مون جنرال، فين هو الملك دابا؟ غيجاوب المذبوح راه في مكان امن وبغى يشوفك باش يتكلم معك. رد عليه عبابو واش تنازل للحكم مون جنرال؟ غيجاوب المذبوح نعم، والتنازل ديالو في جيبي، يلا نتلاقاو الملك. غيتردد عبابو وغيقول للمذبوح يلا استسلم، علاش غنمشيو نشوفوه؟ من الاحسن ننتقلوا للمرحله الثالثه. هنا غيلح عليه المذبوح باش يتلاقاو مع الملك، وهو يقول لي عبابو يلا كنت غنتلاقى بالملك غنجي مع الرجال ديالي. وهو يقول لي المذبوح لا، الرجال ديالك غيبقاو على برا. هنا غيبدا عبابو كيشك في المذبوح وغيدير راسو انه قبل يشوف الملك، وغيدخل المذبوح وموراه عبابو جوج خطوات، غيغمز عبابو الرجال ديالو باش يتبعوه. وحسب مروى المرزوقي والرئيس ان المذبوح عبابو ملي دخلوا القصر غيدور المذبوح عند الجنود وغيامرهم باش يقلبوا في كل مكان ويخرجوا المتواجدين في الداخل. وغيدور المذبوح عند عبابو ويقول له ما فيها الشك الملك غيكون هنا لداخل وغلقاه باي وسيله. غيتفاجئ عبابو من التصرف ديال المذبوح وغيحس ان المذبوح كيخطط لشي حاجه وغيسولو باستغراب، لكن مون جنرال حسب ما فهمت من داكشي اللي قلتي لي على برا ان الملك في مكان امن وانه تنازل، اذا هاد المرحله ما كملتش وخنتيني. غيرد عليه المذبوح وغيقول له حتى انت خنتيني ملي فسدتي الخطه ديالي وغيرت الاوامر اللي عطيتك، ما كانش عليك تخدم رصاص والعنف، انا كنت بغيت انقلاب ابيض ماشي حمام ديال الدم. وكيف ما قال محمد الرئيس هادشي اللي وقع بين الجنرال المذبوح والكولونيل عبابو كيأكد ان كل واحد فيهم كيعتبر الاخر مجرد وسيله، وكل واحد فيهم كان كيتسنى الفرصه باش يصفيها الاخر. فعبابو كان محتاج لشخص عنده نفوذ اللي سهل لي عمليه انتقال القافله من اهل مومو للصخيرات، وهادشي اللي القافله المذبوح. اما المذبوح فكان محتاج لشخص قوي وطموح وشجاع، وهادشي اللي لقاه في عبابو. وملي تحققت الخطوه الاولى ووصل الجيش القصر غيغير عبابو الاوامر ديال المذبوح اللي كان مجرد وسيله باش يوصل الهدف. اما المذبوح فكان كينتظر محاصره القصر ويدير الرجال ديالو في الاماكن ديالو باش تكون القوه بين يديه ويستغني على عبابو. في اللحظه اللي غينصرف فيها المذبوح من بعد ما عطى الاوامر للطلبه لتنظيم وضع السجناء، هنا عبابو غيبقى مصدوم وغيحس ان المذبوح خانو وكيخطط لشي حاجه، وغيامر عبابو جوج من الرجال ديالو باش يتيريو في الجنرال المذبوح. وفي اللحظه اللي غيتيروا فيها على المذبوح غيكون الدكتور بنعيش خارج مع السجناء قريب من المذبوح، وغيموت المذبوح وبنعيش في نفس اللحظه. وهنا غتكون النهايه ديال المدبر الاول للعمليه الانقلابيه واللي هو الجنرال محمد المذبوح.